دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمننا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي يا ليندا. هي يا شاذلي، درجات الحرارة بتنخفض بشكل كبير بالليل ووصلت في سان كاترين لواحد، او هتوصل بالليل لواحد يعني. طيب اتفضلي قولي لنا التفاصيل يا ليندا. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع انه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل هيكون الجو شديد البرودة على الأنحاء كافة، هيصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وكان في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وكمان في أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ده غير نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 18 والصغرى بتسجل 11، الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12، مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 10، سيوة العظمى 18 والصغرى 6، بورسعيد العظمى 18 والصغرى 12، دمياط العظمى 18 والصغرى 12، الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 11، والسويس العظمى 19 والصغرى بتسجل 11. هنروح لعريش العظمى فيها 18 والصغرى بتسجل 11، سان كاترين العظمى 13 والصغرى 1، ودي أقل درجة معانا النهاردة. طابق العظمى فيها 18 والصغرى 10، شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 16، الغردقة العظمى 21 والصغرى 14، الفيوم العظمى 19 والصغرى 7، بني سويف العظمى 19 والصغرى كمان 7، المنيا العظمى 19 والصغرى بتسجل 8. هنروح لأسيوط العظمى فيها 19 والصغرى بتسجل 7، سوهاج العظمى 19 والصغرى 8، قنا العظمى 20 والصغرى 8، الأقصر العظمى 21 والصغرى 8، أسوان العظمى 22 والصغرى 10، الوادي الجديد العظمى 20 والصغرى 8، شلاتين العظمى 26 والصغرى 15، وأخيرا حلايب العظمى 23 والصغرى بتسجل 16. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك. بنشكرك يا ليندا.